أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إلهي فوضت الأمور جميعها إليك فدبرها بما شئت والوفي وسلمني اللهم يا ربي واحمني وخذ بيدي وامنن وجد وتعطفي ثم أما بعد إخواني في الله مرحبا بكم جميعا في دروس صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من مسجد العارف بالله تعالى سيدي أبو القاسم مالك ابن إسحاق ابن أحمد ابن مالك الكنهني حفظه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين بإسنادنا المتصل إلى الإمام العالم العلامة المحدث العارف بالله تعالى سيدي مصطفى أبو سليمان الندوي حفظه الله تعالى ونفعنا ورفعنا به في الدارين آمين قال باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وقال أعضاء فيما يخرج من دبره وقال أعضاء فيمن يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلأ خفيه فلا وضوء عليه وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقال طاووس ومحمد ابن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه وبه إليه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة قال الصوت يعني الضرطة وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء ورواه شعبة عن الأعمش
وبه إليه قال حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن أعضاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك. وبه إليه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقدر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلنا أعجلناك، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعجلت أو أقحت أو أحت فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. باب الرجل يوضئ صاحبه. وبه إليه قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون أن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أفاد من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت أي نعم، فقمت حتى أتجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار.
ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل يده مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه باب غسل الرجلين إلى الكعبين وبه إليه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكفى على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين باب استعمال فضل وضوء الناس وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه باب وبه إليه قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجل باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمد واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باب مسح الرأس مرة مرة وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو قال شهدت ابن عمرو قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفى على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمد واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميعا باب سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضوءه على المغمى عليه وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فأقلت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن الميراث إنما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمخدب من حجارة فيه ماء فصغر المخدب أن يبسد فيه كفه فتوضأ القوم كلهم قلنا كم كنتم قال 80 وزيادة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إلهي فوضت الأمور جميعها إليك فدبرها بما شئت والدفي وسلمني اللهم يا ربي واحمني وخذ بيدي ومن وجد وتعطفي ثم أما بعد أم بني السلامي أنكلن كوفي كان سينسيني الله سبحانه وتعالى تقبر كماي أني أنسلن كوفي أن كنت كانوا يا ألكرا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أم بافو أو بلا جلما كو أو بسم الله صحيح البخاري نوي امام البخاري كتابو او كلانينا انغا تشهوربا انان فاكي انان ولي جنوما نوي تشيرنو ابو القاسم كاني اكا مسيري كونو كابو كلامانكورا كما تمنونا انيا فوغا تمي امبيكا على كراكا سنة دي كلام صلى الله عليه وآله وسلم انغو على كراكا سنة صلى الله عليه وآله وسلم كلام شوغو فلابالا كلام شوغو فولو
abe fo ma ko ilmul hadisi riwayatan ilmul hadisi riwayatan ka hadisa don riwaya fanfela la kalan chogo flana abe fo ma ko ilmul hadisi dirayatan ilmul hadisi dirayatan o fana kura e muye ambe tla ko fo ambe folo nan sigira anga nin kenenka ambe folo ka munke ambe folo ka ilmul hadisi riwayatan deta ilmul hadisi riwayatan koro iki sigi doro ikallameni ke ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma kan sanuma mun bora adab barikaman kono o ka do itlola ina fo ala kira ya fo chugo ya munna aduna sahaba u klola sahaba u ya fo aduna tabi'una u klola tabi'una u ya fo aduna tabi'u tabi'una u klola atora tenno kana fo kana se au ngani kenaima ala kira de kumana karsaya bo ala kira da kono karsaya bo ala kira da kono karsaya bo ala kira da kono fo kana se au ngani kenaima iki sigi ko dron lame aka do iklo kono sabu ka da kan ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ay du'auke hadisa kenamana ako naddara allahu mar'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba hamil fiqhin laysa bifaqih aw farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu aw farubba muballighin aw 'amin sami'a bi riwayah yabanna ala kira ka hadith sallallahu alaihi wasallam ala kira ko chugodi ala kira ko naddara allahu mar'an ala kan noro do mo nyedala ala kan noro do mo nyedala amba korofo tanno ganan sigira arabu ka kana nadaratu nadaratu beke jiri de la ni jiri ni jiri e ji soro kosobe abe nugu chogo yamuna abe ke kene kene ni chogo yamuna a jiri bolo be nugu chogo muna abe fo de mako nadaratu ala kira koko ala kan mo kan nadaratu ke mo nyedala ka kene kene yali ke mo nyedala kan nugole yake mo nyedala kan noro ke mo nyedala mo mu yenne ka kuma lame ka durushi katala se mo werema ina fo iya me chogo ya muna ala kira e duawu ka tigiye ala kira ka duawu in doni ba koko duawu ye duawu belebele ba ye duawu belebele ba don ka dam munka nyada noroli gansan segerelente munde segerelendo ala ka tigi shi janya sabu ka da ka ni jiri kena yara na ye ji soro anugura ashibe janya ube ashite janya shibe janya don ala kira ye duawu de ke mamumbe hadisa la me ina fo ala ya fo chogo ya muna katala se mo werema ala kira ye duawu ko e ko ala ka tigila mo shi janya ne ala ye shi da tigima ala ka barka duwa shi la kena ya ka duwa tigi shi korolala ni shi dona tigi kono aka kena ya korolala ni shi dona korolala ala ka noro do anyeda fanala ni fen sabai ala kira ye ninde ke duawu ye ka nyeshi ala kira ka hadisa kalambaga uma ode mo mu mbu sigi ka la medro ala kira kota ala kira kota ala kira kota ala kira kota abe fo ma ko ilmul hadisi riwayatan angongo don ba bele bele ba drobe abe fo ma ko ibrahim ar-rayahi aya ala kira ka ni hadisa in koro aya fara nyogon ka baitu flala ko chugodi ako ahlul hadisi tawilatun a'maruhum ووجوههم بدع النبي منضرة وسمعت من بعد المشايخ أنهم أرزاقهم أيضا به متكاسرة أكو أهل الحديث حديثة دنيو ما منبو جانتو على كراك السنة لا طويلة أعمارهم وشيك جانكو جغو على كراك الدعاء باركة طويلة أعمارهم ودي حديثة كوري نوشي جانينا ووجوههم أنيداو منضرة أنورا لندو أنغو لندو بدعوا النبي على كرا قدواو باركاي صلى الله عليه واله وسلم اكو كما داو مد على كرا يودي فو وسمعت ني منيك من بعد المشايخ كبون كرامو دو داكونو انهم كفو حديثا دونغيو ارزاقهم اليو غارسيكو وكا جينا تي غارسيكو وكا مساكاو به ني حديثا باركاي متكاسرا على باچايا okuma ni nafasa saba obe ala kira ka hadisa folila ka lame iklola ambora ka ode ke sisa anga walanda folola dongo do nan 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 sigira jumadu fitri mana seli ambe folo ka hadisu de kala riwayatan no e saradan ambe fo mako samau na ye sa fo seli wala anya kitabu jumen sugandi anya imamul bukhari de ka kitabu sugandi sibi kutubu sunnati bela jine nani sunna kitabu bela jine farala nyokonka bukhari de be bela jine nyefe kena ya fanfela la okuma damina ni beke ni bukhari de nanango ngambe bukhari kala
dirayatan wa riwayatan hadisa kilen kilen o wakati be janya kojugu o kumana anyi kalant la sigoroma fly bukhari laslu ambo kala riwayatan ambo ke sardan ko fokata doro aka do islamé bela jilen tlola ina fo anya kalan chugo ya muna sisan fitri ni safo ni nyonche ilmul hadisi dirayatan noye ka hadisa sege sege ilmul hadisi riwayatan be bolifen sabade kan النقل والتحرير والضبط وعلم الحديث رواية ني علم الحديث دراية وبيقول الشرط ديكا ان النوع ان حكم علم الحديث دراية بيقول ان فين سبا ديكا شرط يمي تحمل تحمل ينوانيا سباي فين ربي ابي فوما كو سماع فين ربي ابي فوما كو عرض فين ربي ابي فوما كو اجازه اني كتابو جمن سوغاندي او كما شيخ دوبي دونبا بليبيلي بادودو اتوكو كو ابي احمد أبي أحمد محمد بن عبد اللئيف الزبيدي الزبيدي أبي العباس أو بهكته أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد اللئيف الزبيدي يمن كادو ألدنا بخاريكا كتابو تا بخاريكا كتابو انتالين كوفي كا تنتين كا شيني حديثا منو يمو كررو يعني بخاري بولو فوكا سيغوكا كا أولو بلا جلين بوالا كا كي حديثا فين في فورا أكلين كلين 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 غانسا ango hadisani ya bukhari bela jilen faranyonka doni ba folo munun temena uluko ko hadisa ba wolon vla ani hadisa ko doni ba do ko koni mukarraru borala hadisa ba nani ani hadisa doni we ibnu salahi anaka kalande imam an-nawawi nunu uluyo defo ngango chedo nana nunun be ko fe abe foma ko ibnu hajarin al-asqalani noye fathul bari tigiye oye samugani duru deke abeka bukhari kala samugani duru abeka bukhari kala okoko niye bukhari bela jilen tente ka hadisa mukarraru bwala hadisa munumbe la segi ka ulu bwala atuwabe to hadisa ba wolon vla obe haketo hadisa ba fla ani keme wolon vla ani biwara ani kele ode tuwabe to ambena ode kala dirayatan anye kitabu jumen sugandi kwa hadisa kala ula dirayatan anye abil abbas ahmad ibn muhammad ibn abdillatif zabidi anye oka kitabu ta aka kitabu togo at-tajridu sarih li ahadisi ljami'i sahih التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح أمود كلا على كراي مون دفو حديثين كيتي موي حديثين موي 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 حديثين كما جمع دبا كوننا لا على كرا كلا نيني مون دي حديثين كوننا لا او بفو سيغدا فلانانا نانكلا لا سافو سيليلا أمود دامنا إن شاء الله تعالى أبي نيني مغو في مغو منون با أن لامي أني مغو منون بي حديثين متابعة بلا جلين كبخاري نيني أصلو نويا حديثو غانساي ايكا مختصر فلانيني بخاري غانسا وي صحيح الامام البخاري يري امو كلام سردان ايبي تبرلوك كيكو ما سماعان وكادو يكلولا ولا سالك لك دواوي مسك بركه بسك بوي كان تشغو يا مونا نو تملك بوي امبي حديثو امبا كروفو سافو سيلين كوفه امبا كروفو تشغو دي امنا تجيرو الصريح لا حديثو نونون تا كيلين كيلين كما وكان كيلين كيلين انيا دمنه نيانا ولاندان ناني ناي ان شاء الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين.